السلام عليكم. السلام عليكم دكتور. وعليكم ورحمة الله وبركاته. وياك ماجد من محافظة ميسان دكتور. الله يحفظك ويجعلك بمامن. أهلا وسهلا بك وبأهل العمارة الطيبين. أمرني. أمرك. أشكرك دكتور. عندي والله عندي نسيبتي يعني أم زوجتي بها مرض هذا الخبيث يعني بيت الرحم. والله إذا تأخذ ولكن تقلل من الزيوت وهسا نص كيلو هذا الزنجبيل تنقعه تنقيع لمدة 4 أيام أو 5 أيام بخل التفاح وتأخذ من عنده هو نص كيلو زنجبيل ونص كيلو ثوم تخليهن بالشمس بحيث ينهرسن النوب تغليهن حتى يبقى أكبر كمية من عندهم وتأخذ يعني بدل 4 ملاعق على كباية ماي 4 مرات أو 5 مرات باليوم على ما تأخذ المتمم إن شاء الله الطيب بإذن الله. أنا خادم لك. أهلا وسهلا. شكرا لاتصالك. فريق العمل والشركة اللبنانية.